عبد الله، المنتخب يخسر وديته الثانية أمام غانا بثلاثة أهداف. الخسارة لا تعني بكل الأحوال فشل المنتخب في إعداده. نحن ننتظر أن يكون العمل متكامل طوال فترة الأشهر القادمة من أجل إعداد المنتخب أفضل إعداد للمونديال القادم. الهيئة العامة للرياضة والقيادة الرياضية في منتخبنا حرصوا على أن يكون الإعداد مبكر ليقف الجهاز الفني الجديد بقيادة باوزة على مستويات جميع اللاعبين. شاهدنا عدد كبير من اللاعبين ينضمون للمنتخب. المدرب يرغب في الاطلاع على نتائج على مستوياتهم. اعتقد بان الرؤيه الفنيه او الحكم النهائي على مستوى المنتخب لن يتحدد الا اخر شهرين او شهر من 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 المونديال، من موعد المونديال. المعسكرات هذه الفتره لن ينتظر منها نتائج كبيره. المدرب حرص ان يتعرف على المنتخب بحكم انه جديد على اللاعبين، لا يعرف مستوياتهم. لاعبين جدد دخلوا الى قائمه المنتخب، شاهدنا هزاع الهزاع، شاهدنا مختار علي، شاهدنا فارس عابدي، للتو انضموا الى المنتخب ولا 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 وليس لديهم خلفيه عن مستويات زملائهم او النهج التكتيكي للاعبين. المدرب أكد بأنه في وقت سابق أنه أمامه فرصة كبيرة أنه يطلع على جميع مستويات جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة. الجميل في الموضوع أن المعسكرات الطويلة استبعدت فكرتها تماما، وهذا أمر إيجابي جدا. اللاعبين بحاجة أن يلعبوا بطولات المنافسات المحلية والمنافسات الآسيوية لمن لديهم مشاركات آسيوية. المنافسة الرسمية تختلف عن الودية كثيرا، حيث الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية بإمكان المدرب أن يطلع على مستوياتهم مع فرقهم، ومن ثم المعسكرات القصيرة أسبوعين تفي بالغرض لخوض مباراة أو مباراتين ودية بين فترة وأخرى قبل المونديال. وأعتقد أن هناك مطالبات بالتجمعات القصيرة المتفرقة بكل تأكيد، وهذا هذه السياسة حتى بداية المتبعة المونديال. على ما أعتقد لن يكون هنالك معسكرات بالأشهر كما تردد في 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 وقت سابق. ستكون التجمعات في أيام الفيفا تحديدا للعب مع منتخبات قوية بإمكانها أن تضيف للمنتخب وتضيف للاعبين من حيث الجاهزية والاحتكاك بلاعبين ذوي مستوى أعلى. دكتور محمد.